تحياتي لأحلى شباب. مين ما طلبوا صانع ياباني 7 سيتس طلبوا عنا، خليه يحضر الفيديو للآخر. اليوم عم نحكي عن ميتسوبيشي باجيرو سبور 2020 بهالشكل اللي جيت كليا، زوايا دي كتير حلوة من جوا ومن برا، وأهم شغلة إنه 7 سيتس. تفضلوا يا أحلى شباب، شوفوا الكلوم مرافقنا بالبوز ما أحلى، لاد لاد إكزانون سنسر أمامي رادار فانكشن، ويلا لجوا يا أحلى شباب. بشوفوا هالداخلية الحلوة، بنبلش انه المرايا بضبوا على الكهرباء وبقلبوا رادار فانكشن، هيدي السيارة بتفتح على البصمة بتدور على البصمة، شوفوا هالمالتي فانكشن ستيرينج ما احلى، وبقلبوا الشفترز طبعا، وحدا بنشوف هالشاشة الحلوة اللي بقلبها باك اب كاميرا، وشوفوا معي ما احلى هالفور ويل درايف ماوس كيف بتحولوا كل شيء كليا، والشاشة طبعا بقلبها كاميرا على الارير مع السنسر. بلش بالجنطة 18 انش ويلا على السحبات يا احلى شباب. وبس نبلش بالسحبات ببينوا عندنا المرايا فولدينج، مارشي بي موجود، ويلا على النهائيات. بالنهائيات شفرة خلفية راكبة، سنسر خلفي، كاميرا على الأريير، ويلا نشوف السفن سيتس شباب. وبهيدي الطريقة السهلة بنرفع البونك السفن سيتس، وبهيدي الطريقة السهلة مننيمون وبصيروا جاهزين للاستعمال. خلينا نشوفهم من تاني ميلة ونشوف كيف بنطلع على السيارة لورا. ما في أسهل منها، بكبسة وحدة بصير جاهز تطلع تقعد ورا. تفضلوا شوفوا كبسة وحدة هوب توب، أهلا وسهلا فيك، طلع عود وتستت، استعمل كاب هولدر والسيت بيلت، وينك يا صاحب النصيب. فاذا يا شباب وبهيدي الطريقه بنكون شفنا هالشكل الجديد كليا لهالميتسوبيشي الباجيرو الاس يو في 7 سيت، شفنا كل تفاصيله، ما بقى نتعرف على صاحب النصيب. صوره وسعره على الويب سايت ركيم موتورز دوت كوم.